Donc, là, comme on le voit ici, le vecteur de l'accélération, il y a 2 i plus 6t j au exponentielle de t k. Donc, les coordonnées de vecteur vitesse, de vecteur position, de vecteur d'accélération, il y a l'accélération fil x ou l'accélération fil y ou l'accélération fil z. L'accélération fil x il y a zouj. L'accélération fil y il y a sta t ou l'accélération fil z il y a exponentielle de t. J'espère que vous allez bien compris. هذا غير واحد المثال ما غاديش نحتاجوه بزاف في لانه ساهل وديجا كنضمره شفناه في قوانين نيوتن كيفاش نحددوا المتجهات الموضع ومتجهات السرعه ومتجهات التسارع فراه كنحددوا بهذه الطريقه يعني الا كنا بغينا نحددوا متجهات الموضع فراه ضروري خصنا الموضع نعرفوا الموضع ديال البوان ديالنا خصنا نعرفوا البوزيسيون ديال البوان ديالنا يعني خصنا نعرفوا واحد الغوبير كيلكونك خصنا واحد الغوبير فين نقدروا ندرسوا ديك البوان واش غوبير كارتيزيان ولا سيلندريك ولا سفيريك وباش نحددوا الفيكتور دو فيتاس تنديروا لا ديريفي لهذا الفيكتور بوزيسيون وباش نحددوا الفيكتور ديال هاد لاكسيليراسيون كنديروا لا ديريفي ديال الفيكتور دو فيتاس اون فا اكسبليكي سوسي اون اراب بور ديتيرميني لو فيكتور دو بوزيسيون En vecteur de vitesse, on fait la dérivée en fonction de temps par rapport à un référentiel quelconque de vecteur position ceci. Et pour déterminer le vecteur d'accélération, on fait la dérivée premier par rapport de vitesse de point matériel M par rapport à R et la dérivée deuxième par rapport à le vecteur position. Donc ceci c'est très simple. Il faut l'assimiler, il faut le préciser et maîtriser. Pour ne pas trouver les difficultés lorsqu'on fait la dérivée de quoi de vecteur la dérivée de vecteur position lorsqu'on a un repère cylindrique et un repère sphérique. Cette partie hadi ra ma anda hatta alaqa b la partie dial le vecteur de vitesse. Ça veut dire la détermination de vecteur de vitesse, il n'y a aucune de relation entre le vecteur de vitesse et le vecteur d'accélération dans le cas d'un repère cartésien. Par rapport à un repère cylindrique ou bien un repère sphérique. Il n'y a pas de relation entre eux. Par exemple, le vecteur de vitesse, par rapport au cartésien, ce n'est pas le cas. L'accélération, je vais vous dire l'accélération par rapport au cartésien, il y a x point, il y a une vitesse, il y a x point, y point, g, z point, k. Ou par rapport à l'accélération, il y a x deux points, i plus y de point g z de point k. علاش لان لي فيكتور سون فيكس خرجوا من الاشتقاق سهل عليا الماموريه بينما في الغوبير سيلندريك والغوبير كارتيزيان قلنا ان في الغوبير سيلندريك راه الفيكتور بوزيسيون هي رو اورو بلس زد كا رو اورو راهم ماشي فيكس راهم كيتغيروا دونك غادي دير لهم لا ديريفي ديال اي فوا في هي اي بريم في بلس في اي بريم يعني خصك اولا ديك اورو خاص دير لها لي بروجيكسيون ديجا شنو هذا الشيء خاصك دير لي بروجيكسيون عاد ديك الساعه دير لا ديريفي وديك الساعه تمشي تحدد لا فيتاس ومن بعد تحدد لاكسيليراسيون عاوتاني الى غير ذلك غادي نشوفوا هذا الشيء باغ لا سويت دونك تنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي تنتمنى تشاركوا هذا الشيء مع الاصدقاء ديالكم كاين اللي قال لك دير هذا الشيء في الصفحه ديالك باش توصل 18000 او لا 20000 او لا كذا خاص تعرف ان الاساتذه اللي تيكونوا هما في اليوتيوب هما افقر الاساتذه في اليوتيوب يعني واخا تكون عندك مثلا 200000 فراه الناس اللي تيشاهدوك راه ما تيفوتوش 2000 3000 4000 انا لاحظت هادشي في يوتيوب ان الاساتذه اللي تيكونوا في يوتيوب راه ما تيربحوش بزاف الا جا الاستاذ تيتسنى الفلوس او لا تيتسنى ياكل الخبز من يوتيوب فراه غادي يبقى تما كيتسنى حياته كامله وما غادي يدير حتى زفته هادشي اللي كنعطيو حنا فكنعطيو فقط من اجل الاستفاده باش يستافدوا الطلبه وكذلك الى شي واحد محتاج شي مساعده وكذلك باش تاخذ واحد شويه ديال المعرفه تاخذ معرفه مثلا في المدينه اللي ساكن فيها وتاخذ معرفه بالنسبه لي زيتيديون اللي كاينين في مدن اخرى باش حتى الا كنا غادي نمشيو لشي مدينه حتى الا كنا غادي نمشيو لشي مدينه من المدن
نقولوا للسيد اللي كنقريوه اجي عندي هنايا، راه ما عنديش فين نبات، اجي عندي هنا للدار، اجي عندي هنا للبلاصه فين كاين ونتعرف عليه الى غير ذلك. دونك بالنسبه للخلصه ديال اليوتيوب هذيك راه ما كنتصنتش ليها وما كنتسوقش ليها، الحاجه اللي كنتصنتها هي هذا الشيء فقط. والهدف انه من بعد تاخذ معرفه، ولما لا دير واحد المدرسه ديالك خاصه الى غير ذلك. دونك تنتمنى ان هذا الشيء راني كنزلو في الفيسبوك كنعاونكم، عاونونا بالبارطاج، كل واحد غادي يبارطاجي، ما ديروا حتى حاجه، كل واحد غادي يبارطاجي في الجروب ديالو، شي جروب جوج جروبات ثلاثه ديال الجروبات، يبارطاجي حتى في الصفحه ديالو، ولا يبارطاجي في البروفايل ديالو، ولا فين ما بغى يبارطاجيه. كل واحد الا تفرجت مثلا 30 ولا 40 واحد مثلا في الفيسبوك، فراه 30 واحد كل واحد ممكن انه اي كل واحد ممكن لا حول ولا قوه، كل واحد ممكن انه يدير بارطاج. الا درتي الا كل واحد دار بارطاج فهنا غادي تولي 30 60 او لا تقدر تكون 80 90. دونك نتوما غادي تتعاونوني بالبارطاج وانا تنعاونكم تنعطيكم الكور وتنشرح لكم بطريقه صحيحه وطريقه بلي سامبل. والسلام عليكم ورحمه الله.